غذاء ملكات النحل أو معروف بالرويال جيلي هو إفراز حليبي بيتم إنتاجه من عاملات النحل في الخلية، بيتم تخصيصه فقط كغذاء خاص باليرقة اللي بيقع عليها الاختيار حتى تصبح ملكة الخلية المستقبلية لتطويرها ورعايتها. غذاء ملكات النحل بيعتبر غذاء له أسرار كبيرة وقيم غذائية عالية لفتت انتباه الكثير من العلماء، حتى أنهم يخصصوا العديد من الدراسات اللي هو اكتشافه. أنا دكتور صبح الياز، يتابعوني بعد الفاصل حتى نتكلم عن هذا الغذاء الرائع عالي القيمة الغذائية، فلا تذهبوا بعيدا. القيمة الغذائية للغذاء الملكي أو غذاء ملكات النحل. تختلف مكونات غذاء ملكات النحل تبعا لمناخ المنطقة اللي بيكون موجود فيها خلية النحل، اللي طبعا بتم تكوينها فيها وجغرافيتها، وبشكل عام تتكون من بروتين وسكر ودهون وفيتامينات وأملاح وأحماض أمينية، ومن ضمنها الأحماض الأمينية الأساسية اللي لابد انه الجسم يحصل عليها من مصدر غذائي. برضو كمان غذاء ملكات النحل بيحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن زي الفوسفور، الكالسيوم، الحديد، النحاس، السيليكون، الكبريت، البوتاسيوم، وهو مصدر لمجموعة برضو كمان من الفيتامينات الرائعة زي فيتامينات بي مثل البيوتين، حمض الفوليك، بيحوي برضو كمان على 17 حمض أميني، منها 8 من الأحماض الأمينية الأساسية اللي ذكرتها سابقا، اللي لابد من أنه يعني يتم الحصول عليها من مصدر غذائي، بالإضافة لمركبات مهمة زي الجلوبيولين الجاما اللي هو الجلوبيولين والإنيسيتول والأحماض النووية. وطبعا نتيجة للقيم الغذائية اللي موجودة في غذاء ملكات النحل، هذا الكنز الرباني، هذا اللي فيه يعتبر منجم لهذه العناصر الغذائية، بتم استخدامه لبعض العلاجات والأغراض الطبية زي اضطرابات النوم، أمراض الكبد، الالتهابات التنفسية والربو، ارتفاع كوليسترول الدم وغيره من اللي هو الفوائد الطبية والجمالية أيضا اللي بتم استخدام غذاء الملكات إلها. لكن في هذا الحالة أنا سأتحدث عن فوائد غذاء ملكات النحل للجنس وعلاج العقم. في مملكة النحل بتم تغذية ملكة النحل بكميات كبيرة من غذاء الملكات في الأيام الأولى من حياتها، وهذا بسبب طبعا إلها نمو وتطور سريع في المبايض، بيعطيها القدرة على وضع اللي هو البيض. وطبعا في طبعا هذا بينته الدراسات والآراء العلمية حول الدور اللي ممكن يلعبه غذاء ملكات النحل تجاه الخصوبة ومشاكل العقم والصحة الجنسية. عرف عن غذاء ملكات النحل إنه غذاء معزز للخصوبة وتوازن الهرمونات في الجسم، وهذا طبعا يعني راجع لكونه بأنه غني بالبروتينات والفيتامينات زي فيتامين B1 و6 وفيتامين B2 وحمض الفوليك اللي ذكرناها في بداية الحلقة. بيّنت دراسة نشرت في اللي هو XV3 في جو وورد كونغرس اوف جاينيكولوجي اوبستريكس عام 2006 انه تطبيق محلول يحوي غذاء ملكات النحل على منطقة المهبل ولمدة اسبوعين، هذا بزيد من فرص الحمل لدى الازواج اللي بيعانوا من صعوبة في كده بسبب انخفاض حركة الحيوانات المنوية. لكن في علاج العقم بيّنت دراسة يوغوسلافية أجراها الطبيب بوغدان تيغا فيسيك أنه مجموعة من النساء اللي تناولت غذاء ملكات النحل أظهرت نتائج إيجابية في تحسن صحتها واختفاء مشاكل الطمث عندها، في مقابل مجموعة تانية من النساء اللي ما تناولت نفس الغذاء ولم يتم ملاحظة أي تغيير عندها. دراسة تانية برضو أظهرت أن الرجال اللي بتناولوا غذاء ملكات النحل اتحسن عندهم إنتاج الحيوانات المنوية. ليش؟ لأنه غني بالأحماض الأمينية والفيتامينات والإنزيمات والأحماض النووية وهرمونات الاستيرويد. برضو غذاء الملكات بيزيد من المناعة وبيعزز الصحة بشكل عام. لحتى الآن التفسيرات مش واضحة حول الآلية اللي بيعمل فيها غذاء ملكات النحل في تعزيز عملية الخصوبة، إلا أنه من المرجح أنه البروتين يعرف باسم رويالاكتين، وطبعا من هنا أتى اسم اللي هو غذاء الملكات اللي هو الرويال جيلي. البروتين الرويالاكتين له دور في كده، وهذا البروتين اللي بيأثر على تشكل ونمو الملكة وبيعزز من قدرتها على الإباضة والاتصال الجنسي. الرجل اللي بيعاني من الضعف الجنسي
غذاء ملكات النحل هو الحل الرائع والأمثل له، فبيعمل على تنشيط الغدد التناسلية عند الرجل وبتجعله أكثر قوة. وطبعا الأطباء المتخصصين في الأمراض التناسلية والعقم كثيرا ما يصفوه للرجال اللي عندهم طبعا ضعف في اللي هو الحيوانات المنوية كما ونوعا. بيعمل برضو كمان هذا الغذاء الرائع على انه بيزيد مستويات هرمون التستوستيرون، الهرمون الذكري اللي بيحفز الخصية على انتاج الحيوانات المنوية، وطبعا اللي هو الدينامو لا عملية الحميمية واللي هو الرغبة الجنسية. استخدام غذاء برضو الملكات بيعمل على عملية الإطالة من عملية انتصاب القضيب، الإطالة مدة انتصاب القضيب وتأخر نزول المني، يعني بيساهم في علاج سرعة القذف. الكمية اللي ممكن نتناولها ممكن استخدامه كمكمل غذائي على شكل ملعقة من مسحوق غذاء الملكات أو كبسولة منه يوميا شهر كامل، وبعدها ممكن كل يومين إلى 3 أيام نستمر في تناوله لأنه عبارة عن غذاء وليس دواء، غذاء عالي القيمة الغذائية. وصفة غذاء ملكات النحل والعسل وطلع النخيل والجنسنج وحبوب اللقاح، طبعا هذه كلها مكونات رائعة جدا، لكن من يزينها هو غذاء الملكات. نضيف 50 جرام من غذاء الملكات وطلع النخيل والجنسنج لواحد كيلو من كيلوغرام من العسل، بيتم خلطهم ووضعهم في علبة معقمة وحفظهم طبعا بعيد عن الحرارة، وممكن استخدامه يوميا سواء بعد الوجبات أو عند الاستيقاظ من النوم. وحتلاحظوا اللي بيستخدمهم حيلاحظ نتائج رائعة في تخفيف مشكلة الضعف الجنسي، حيستعيد حيويته وطاقته إن شاء الله من جديد، ونتائجها بتتطلب صبر ومداومة واستمرارية على الأقل شهر حتى تلحظوا النتائج التي تتمنوها. طيب السؤال بيطرح نفسه الآن، هل في أضرار من تناولنا لغذاء ملكات النحل؟ ممكن يكون استخدامه، طبعا هو استخدامه آمن عند أغلب الناس، لكن ممكن يعني بعض الأضرار من المحتمل إنها يعني يتسبب فيها غذاء ملكات النحل شأنه شأن أي غذاء، فممكن يسبب حساسية. بعض الناس ممكن يكونوا حساسين من تناول غذاء ملكات النحل، فممكن يتسبب هذا الغذاء الرائع في المعاناة من ردود فعل تحسسية تجاه مكوناته أو تجاه المكونات المضافة للمكونات المكونات الغذائية المصنوعة من غذاء ملكات النحل. وممكن اللي بيعانوا من الربو أيضا والتهاب الجلد التماسي أو الحساسية المفرطة إنهم يكونوا أكثر الأشخاص عرضة لكده. طبعا هذا يحدث مع بعض، مع عدد قليل من الأشخاص، ويعتبر طبعا من الضروري في هذه الحالات استشارة الطبيب في حالة المعاناة من الأعراض التالية بعد الحصول على غذاء ملكات النحل: القشعريرة، الحكة المفرطة، الدوخة والغثيان والتقيؤ، آلام البطن أو الإسهال. لابد إذا أخذته الغذاء ملكات النحل وصارت عندكم هذه المشاكل لابد من الرجوع للطبيب حتى يشير عليكم هل تتناولوه أو لا تتناولوه، وكم الكمية التي تتناولونها من هذا الغذاء الرائع. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.